هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها له. ايه ده؟ معلش. إيه في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه، سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي، ولا لازم اقرص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عقلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي، استنى عشان ما تتوهيش. اه ده تعالى هنا. ايوه ايوه تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه؟ احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في أي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه؟ ضحي. طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. الوقت احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني، هو انا واقف على العربيه بام. خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. باعه؟ الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات منه العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة أنا كانت مشكلتي مش معاكم أنتم، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وأنا خلاص حط حقي. بالسلامة أنتم. يلا ضحي. اتفضل يا أبو الدهب بيه. أحسن يا موزي. سلام. أحسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك إسماعيل ياسين؟ أيوه يا عم بيبلع الحاجات. أنت كويس؟ أه شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا أنكل عم ذهب، العقد فقش اصلا. اوكي ما تجمد بقى يا عم سيف. في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابين كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه؟ انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني خد الجواب ده، ادي لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح، شبيه الريح. يا عم سيف. ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب، امي الغالية. اصيل. ابكي، انزف واموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، انت ما اتضربتش بالنار وانت بتحرس الحدود، انت اتضربت بالنار وانت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، انت اللي خليتنا نعمل كده. انا ما كنتش عايز. انت حرامي. ما تفكرنيش يا انت حرامي. حرام وده مصير كل خاين. روح، انا ما كنتش عايز اروح. ايه يا واد قاعد بتناكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي،
استحمل شوي، انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطقم. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عافية. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. اجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شك الدبوس. شك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه، صح؟ وانا متبت شن. ايه الفيلم الانجي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي، جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي، خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا هتحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عيني. غمض. يلا نعد 1 2 3. ايه يا واد، في ايه؟ سرعتني. انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابه. عشان قلت لها تعدوا 1 2 3، عديتوا 1 2 بس ورشيتوا. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لثلاثه ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكسبة. اقبل. مالك يا واد، عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقة، صديقة وبساعدة. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذة بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولا؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجه يا ولا؟ فيا ايه؟ لا، بقولك ايه، خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي. عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذه كده. لا مؤاخذه ايه؟ خل صباح لا مؤاخذه، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذه، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شويه. خالت صباح دي طلعت صيعه صيعه. ايه شريهان، انت لسه متضايقه؟ ولا متضايقه ولا حاجه. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمه كده؟ بقولك كل حاجه راحت يا نيلي. مفيش حاجه راحت. ازاي يعني؟ انا عارفه انا بقولك ايه، مفيش حاجه راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها، هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بل منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها، مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو يمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكون شيء بدله الاصلي بواحد فالصو بصنعه لطافه بخفه يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ صحيح. هذا اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو بيسرقوه ليه؟ صحيح. انت ما فيش وراك غير صحيح صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو ايوه نيلي عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه الوقت متاخر؟ صحيح. طيب بكره فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذه الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض احنا عندنا شويه معلومات واللغز حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا وما حدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحى. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استنى اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقول لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا ماذا أعطيها الآن فلة وياسمينة. الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. يا بنت ما هدي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزر ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاحي. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا حمار؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد بي بس مش عارفة أقرأ الأرقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني طيب الاختصار. صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد به 717. ايوه يا جماعه صاد به ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد به 717 ده نمره العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ يضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك صابون بالموليف يكونش صندوق بيرة سمك بوري. لا يا جماعة استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد به اختصار صندوق بريد. صحيح صاد به طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص هرسينا صندوق بريد. انا قلت اكتئد. لا ما تكتئدش يا جماعة. يا جماعة صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ شريهان you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ صحيح. سيبك منها عم دهب دي تافهة اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟
شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط. ما تاخدي التليفون بنت عم كهرب لك اهي. اصيل يا عم ده، هاتي هنا التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بعيد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بر. بر ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج، عايزين نفتح صندوق بعيد 717. 717 717. ايوه صح مظبوط، عندنا. انا عارفة انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوباية الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج، عايزين نفتح صندوق 717. هو أي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الأصلي بتاعه. طب ما إحنا أصحاب الصندوق يا حاج. أيوة، يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي أبو الخير. وحضرتك بقى مكاوي أبو الخير؟ حضرتك إيه يا حاج؟ أنت مش سامع صوتي، أنا أنثى يا حاج. لا مؤاخذة يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الأستاذ مكاوي؟ الأستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول أحفاده. أيوة، وحضرتك بقى مين؟ أنا حرم المرحوم، أنا جدتهم. معاكوا إعلام وراسة؟ لا، معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم إعلام وراسة. إعلام وراسة إيه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت إن هم أحفاد مكاوي. نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. أنت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان أحفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ أيوه نيلي. والله العظيم من ساعة ما دخلوا عليا وأنا عمال أسبح عليهم وأقول أنا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن، مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك، ما هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي. نيلي وشريهان وجولك هم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. ها هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا، ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى، وزمن الفن الجميل بقى، والحاجات الحلوه، الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي، نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، هو حد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا نيلي، يلا شريهان. بتاعتكم بتاعت زمان دي. ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانه نيلي. اسفه يا استاذه شرهان. سيادتك ام العريس. طبعا 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 ام العريس، ام العريس. سك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك كوع سك وعك تعك ما زق كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو سك عالموضوع. ودي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيري بارا بام بام بارام بارا بام بام بيري بارا بيري باريري با بارارارارا موضوع. الله 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 الله. ايه الجمال ده؟ ايه العظمه دي كلها؟ بصراحه والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكريت فكر انت على الله بقى. بالمناسبه الجميله دي بقى، يعني نسمع حاجه كده؟ لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله؟ ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى.
سلام عليكم. ألف سلام. 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 ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قاعد انا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك انا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو ما فيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي احنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ مؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجه مهمه قوي، ممكن تديني المجله ثانيه؟ ثانيه بليز. حاجه مهمه جدا. فهمتي حاجه؟ لا ما فهمتش برضو. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو، باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعة ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القرادة مش هيطلع إلا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه إزاي بس؟ ده معاه المجلة. وإحنا معانا المتاهة. متاهة؟ معانا المتاهة إزاي يعني؟ فاكرة لما قلت له هات هات المجلة بسرعة عايز أشوف حاجة؟ فاكرة. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو، وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني دلوقتي. الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله، ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ معروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بينداله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه؟
ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبيت اللي علمت عليكو دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزع كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ وايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مد ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. امال على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش، خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه. عربيتي. يا ربي انزلي من العربيه يا حراميه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكم؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصي وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لك. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه؟ فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا، ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خد يا ست الحاجه بتاعتكوا. ايه؟ كامله. كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليها. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقه الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي يا بنت من الحلقه. يوه خد يا ست، كنت هروح بقف انت كلنا حراميه في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. ها خلاص كل تمام. وايه اللي تممه يا رحم؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسال؟ ده انت بتحلمي يا ست صباح. عليا الطلاق بالثلاثة، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترديش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت باشا وانت زعلان، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلت لكم والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفكشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي؟ يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله. مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع، وخلي امك تحضر الفطار، وقولي لها ما تنساش البيت. عينيا الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجعي العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قولي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحراميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك.
طب وتفتكر هذا ضاحي انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده؟ الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقوا منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. هقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك. بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجه؟ لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح. بص عليك، لحظه واحده. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. الملحق بقى، اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي. وده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دواء الضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دواء الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. بجد I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحرمية تاني عشان تسرقنا تاني. على فكرة انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتنا وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكاية بكاية كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تستقبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجة مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعة انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس بس اهي جت اهي. بس هي مالها عاملة في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانة رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البرية. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البرية. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي؟ شايفة؟ شايفة الشعر الأصفر مش القرف اللي انت عاملاه لنا؟ اه ضربلنا راسك بمية أكسجين وعاملها لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياة ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي أخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحتة بهدلون طول ما أنا ماشي يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجأة ليه؟ يقع على طول. جاتش ببالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامه يا ست فتحي. الله يسلمك يا ست فتحي. يا جماعه الجمله دي مش راكبه معايا، مفيش حاجه اسمها الست فتحي. ايوه صح، ايه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ انت باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما اخذ الشغل يمشي، لكن انا اسمي الحقيقي جايده. طب والنبي وانت جايده هاتي لي معاكي ولع. ممكن تديني شفته؟ اه اتفضل. سيف، ايه؟ اكيد اسم جايده عليكي اغرب بكتير بالنسبه لي من فتحي، فاحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي. يا جماعه ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقولك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جيت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاك يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده تأسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لما اخذ كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق،
هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني، يعني بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي، فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه، المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور، أنا اكتشفت إن المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، إحنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوة. طب اليما البحري دي بقى من أنهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. آه يعني إحنا نعمل نفسنا تماسيح طالعة من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح إيه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea، أنت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاك متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين احمد واسماعيل. ايه المكان ده؟ هو هنا؟ اه شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ لا خايفه من المكان. هي فين بقى الست الهانم؟ كده معرفش. معلمة من حته كده اتفاجئت. لا انا متخض. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه ما عليكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي بتمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسه مفقوسه جدا. دي مش اول مره تسرق، هي عارفه كويس هي بتعمل ايه. قولي له والنبي قولي له عشان بس ما فيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. ايوه يلا يا جماعه نسرق، ام سو اكسايتد. يلا بينا يلا على المركب. يلا مركب ايه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. اوكي يبقى في حاجه ثانيه. انت نزلني نزلني. تعال يا حاج. على مهلك على مهلك على مهلك. كمان بس بيان اللي تقع على وشك. أوه. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب تبعي. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. مفيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. إحنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف.
تشدوا سكنة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخشوا عند العقد تجيبوا العقد والجولة بس. وانتي بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجلكوا نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزه العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقولك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسقي العقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع سيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى، انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفاية دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير ده، خد الشفاه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناه من بره في الهواء. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. I guess حاجه عيب. خد يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايفه البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا للغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعالى انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكنه الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلم. وانت تعالى. اجي في ايه؟ خلص في يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. استنى، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ده ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى استني. صحيح ايه؟
ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه يا عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس. وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه. اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استاذ سيف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص، انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ستي كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات بتاع اللي في ايدك ده. خدي. اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك امسك نفسك. طبعا بتحرقني يا هاني، مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هان. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نطوا. يلا يا اخويا عدي، ما تسكتلناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاويه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزه الثقه. يلا. مش عارف سمعت كلام كوري انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم من فصيله دم نادره، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجه بسيطه يعني مش هتموت ولا حاجه، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه نتزل في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات ذا فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك فيه ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور
في ايه؟ ايه ده؟ خير؟ لو سمحت مستر محزوز موجود؟ محفوظ تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو يا انكل، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك سيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها وانتي ابوكي عامل ايه؟ لا انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانتي باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم، أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا درس فيها بيعملوا إيه. حلو أوي الملوخيتو ده، بس أنت ليه مش بتخرطوا الملوخيتو وبتحطوها زي ما هي؟ لا 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 وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدولة انا تاشا. الملوخيتو ده. ايوه. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. مش عايزه الملوخيتو بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخيه او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيوليه يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه ايه كيف على ملوخيتو. سيف انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا 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 الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. الحمام انا. مش مهم. انكل احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي، انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق،
حتى بالأمارة كمان العربية اللي اداها لي زمان وأنا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغاية دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربية إيه؟ عربية اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربية دي؟ موجودة هنا طبعا. طب ممكن نشوفها بعد إذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت أمرك، اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتفضلوا. خلاص بقى اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده ايه؟ روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضو؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تدفعوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها، على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقولك هندفع المخيطه. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معاه. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. حاضر. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني، لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي ولا. بقولك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضينا يومين في الجونه وخلاص، وبابي بقى هارد لك هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي بقى. قولي لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده، عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا هاني اللي انت عامله ده يالا؟ انت فاكر نفسك بتنشط السياحة يا روح خالتك؟ سياحة ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفة. قولي لها يا سماح. يا جماعة مالكوا قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعة، ده الست قريبتكوا دي طلعت جامدة. بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو، خالته صباح نهار اسود يا خالتي. انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانيه. ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر، هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيش انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السودا اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي انه هو صاحب، وسالني راحوا فين؟ قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له،
قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلمتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟ الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوه؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا. اي حاجه بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقه عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى اي جوت سان كيست. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمه البراوني دي تحفه. بص مزلزه كده. ده انا بحب الزليزه قوي. طب خد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اصيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدوره، براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي نهرج، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل، هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي whatever، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فضتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا. ها؟ Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a kiss. Patty cake, patty cake. With no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I can make you famous on Instagram. I can't keep your booty like me. Whoa, I can't stand it. Wiggle, wiggle, wiggle. حد يلحق
عشان اجاس ما بيعرفش يعوم. حاولي ما تلاقوش، انا هنقذه. لف المركب يا حامد، ما بيعرفش يعوم. جاي لك يا سيف. استنى يا هاني، ما انت ما بتعرفش تعوم. ايوه ايوه. يخرب بيتك. هما اللي تبقى بيعرفوش يعوموا. استنوا بقى، لا مؤاخذة يا حاج. ايه ده؟ روحوا استنى يا حاج. سيبوه يغور في داهية. ايوه ايوه ايوه، ده مش مهم مش مهم، عادي سيبوه. اطلع يا هاني، يا هاني اطلع. هما العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش، انت مصر عايزاك. استنى يا لهوي. الحقنا مو، الحقنا مو. ايه يا احمد انت بلوك؟ يا احمد ازيك يا احمد؟ استنى ما دي اقرب يا مو. يا نهار اسود، سبتوني لوحدي في الميه؟ بس ده حبيبي ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. هتصرف هتصرف. ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيشوا، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش، انا شفتها بعيني، وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روحي؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخس عليكي، ودي حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيلك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي، بس بقولك ايه يا اختي والنبي، وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجيلي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعدة متضايقة كده، أكيد مكسوفة من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك يا نيلي، فكك مني عشان أنا متضايقة بجد، وممكن أديكي من بوكس عادي. ليه مالك؟ احنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطة. انت أصلاً أول مرة تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، ادي اهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني؟ سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي، يور بيوتيفل اي نو، بس انت عندك سم ايشوز كده. بقول لك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع بقى، اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin، فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انت بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا، دول اثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا ببكاني وقفل عليا. يا نيلي انت بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انت تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي. اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل
ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يو فيري بيزي وعندك من شغلانه لشغلانه وكل ده حاجه كويسه، بس معقوله يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعه واحده حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابه يا نيلي، سبا ايه ده؟ مش حاجه حرام على فكره، كل البنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه ورده مزنهره. مره واحده بس في السنه بتروحي عشان تطلعي ورده مصنفره؟ صنفره ايه، بقولك مزنهره زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي، وانا لاقيه الشطف؟ وبعدين انت عارفه الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحه تعملي شعرك في بنزينه؟ بنزينه؟ انت طب التريقه دي بنزينه نيلي؟ انا مخنوقه بجد وتعبانه. شيريهان دي حاجه هبله قوي، it has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزه تبقى حلوه بتبقى حلوه. طب ممكن اعرف ازاي حلوه دي؟ مبدئيا شيلي القبعه اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايه، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو، ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. جرقنا ايه؟ لفه كمان، يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي بنعيمك فوق كده يا سيف؟ حد يا ابني نام فوق العربيه؟ انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي بتتمرجح كده القرف اللي انت عملته ده. قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربيه. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذار اللي عملها الموقف يعني. انا معرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربيه نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضو يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربيه دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصلك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربيه دي؟ انت بتوزع بيها جبنه؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كده حكيت. قول للراجل كلمتين حلوين وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه ايه؟ تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي، وانت عارف انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان، وانا ما اعرفوش اصلا. وانا اصلا ما اعرفكش وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذاره اللي في دماغك دي. ماتش حاجه بالعلم اللي قدامك ده، وبلا فخر حاصل على الثانويه العامه بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبه الشرف، حاصل على الزماله من جامعه السربون كامبريدج وجامعه المنوفيه، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه، وحاصل على لقب بلبل طليعه الكشافه البحريه. احنا قراصنه البحار، احنا ملوك الكشف النار، والنار بتقيد على سقف ايد. بحريه بحريه بحريه. ولا يفرق بالنسبه لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو، جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب، ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اوعى اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه.
لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا، انت هتسكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا برا. نطلع برا فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا برا؟ انا هوريكم. لا لا انت هتهددها يا بنتي، ورايا كده انا اللي هحميكم، هيرجعني لايام الشقاوه تاني، لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكرا اهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخره النجاسه يا ابني الصرمه. يا ماما طب هو حضرتك حراميه؟ حراميه ايه يا استاذ تفهم من بقك؟ ايه حراميه دي؟ انا ما مديش ايدي في جيب حد ابدا. امال ايه بس؟ لا انا هجامه. الله، وهجامه في نادي ايه بقى؟ انا اعرف كل المهاجمات وبتفرج على الكوره النسائيه. لا انا مش هتجمف في فريق كوره، انا اسرق منزل اطفش خزنه كده يعني. تسرقي متحف؟ اسرق متحف. اسرق متحف؟ لو عايز اقتل اعمل ايه؟ تخنق في الاول واد اسمر. يا نهار احمر، يا نهار اسود، ما تخلصوني يا جدعان. متحف ايه قبل اللي عايزانا نسرقه؟ ده متحف المجوهرات الملكيه، اصل جدتي عندها عقد هناك ونفسها تلبسه قبل ما تموت. لا حول الله يا رب، لا الف سلامه عليها. بس المتحف ده قبل زمانه تلاقيه دلوقتي يعني بصي لا بشبقه، وتلاقيه كله اجهزه انذارات وكلاب حراسه، ده تلاقيه الحكومه مدروزه هناك. مدروزه؟ اكيد مفيش حاجه صعبه على حضرتك، احنا سالنا عليكي وترقصنا. اتقصنا. Whatever. You're the perfect one for this mission. انت عايزه ايه؟ يعني انت احسن واحده. قصدي يعني انت عمهم في الحراميه. لا اذا كان عمهم بقى وانتوا جايين على السمعه انا ما رجعكوش ابدا مكسورين الخاطر، بس بصوا من الاخر العمليه دي هتتكلف كتير. اطلبي اللي انت عايزاه، في الفلوس ما يهمكيش خالص. وايه اللي اطلبي اللي انت عايزه؟ هو انت هتدفع من جيبك؟ وانت مالك انت؟ على فكره انا اللي هدفع. ما انا خايف على فلوسك يا ابني. معلش يا معلمه، لازم نتفق، هتاخدي مننا كام؟ بصوا انا والثلاثه واللي بتاع هتاخدوا فاتوره ضريبيه. فاتوره ضريبيه؟ هو انت هتجيب لنا هجامين من سمير وعلي؟ مش عشان راسه ما تيجي تجرد في اخر السنه، ما تقولش ان انا كروتك. خدها، بتنفع بتنفع. ماشي ماشي، يبقى كده 20,000 بلبل. البلبل يعني كام بالمصري؟ لا لا مش كتير، 20,000 جنيه دول؟ لا مش كتير. بص يا ابله، احنا بقى لو هنقعد بقى نناد ونفصل من اولها، العمليه دي هتتفقر من الاخر كده. العمليه دي فيها ثلاثه، كل واحد هياخد 5,000 جنيه وانا 5,000 زيهم، يبقى كده يا دوبك. وانا اصلا كرمكم عشان انتوا شباب صغننين. طب يا معلمه، ما ينفعش ما نجيبش حد خالص وانت اللي تقومي بالمهمه كلها؟ والله وانا بقى مستنياك انت بقى فاتك بقى ناور تيجي تقول لي ايه اللي اعمله وايه اللي ما اعملوش. اصلا العمليه دي توبها اربعه، انا عاملاها لكم بثلاثه عشان خاطركم، يعني انا كرمك من غير ما تيجي تقول لي كريميني. شكرا. طيب انا عندي حل يا معلمه، دلوقتي احنا قدامك اربعه اهو، ممكن احنا نقوم بالعمليه معاكي والناس دي مش هتاخد فلوس، وانا هاخد 3,000 بس. انت عبيط يالا؟ انت عايز نسرق؟ انت مجنون ولا حرامي؟ انت اهبل ياض يعني ولا ايه؟ وبعدين ياض مالك سخنان على السرقه كده؟ خلاص يا جماعه حقكم عليا، انا غلطان، يلا ادفعوا لها فلوس بقى. مش انت بتقولي في رابع المفروض يجي؟ هاتيه يا معلم. خلاص يبقى كده 25,000 جنيه حقك. لا استني يا معلم، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش المبلغ ده. اكيد مش هنسرق. ما نسرق يا جماعه، ما فيش حاجه. نسرق ازاي؟ ما فيش حل تاني. خلاص خلاص يا معلمه، هنعمل معاكي العملية دي. والله على اساس بقى ان انا سايباكوا تتشاوروا كده منكم ببعضيكوا وماسكه في ديلكوا وبعيط واقول لكم والنبي تعالوا اسرقوا معايا؟ مين قال لكم اصلا ان انا هرضى بيكوا؟ انت حد فيكم سرق قبل كده؟ حد فيكم مسجل؟ انا سجلت انترفيو في تلفزيون قبل كده. انا نفسي افهم انت عايزه مني ايه. سيبك منها يا معلمه، ما تاخديش على كلامها، اوعي بس تكوني يعني فاكرين شباب فرافير وهيتيا والكلام ده. لا يعني اللي قدامك ده خطر جدا اصلا، انا عليه حكم غيابي. والله حكم بايه؟ سرقه تيار كهربا وبيسوق بجنون. ايوه فعلا ده خطر، طلب من الراجل يجيب له بانجو على حشيش اكسلانس سكالانس. ده اذا كان كده ماشي، بس انا عشان اثق فيكم لازم اجربكم عشان احكم عليكم. احكمي علينا ايه؟ احنا هنلعب الشايب، انا مش هسرق. انا انت بتزعق ليه؟ انا يا معلم منى، معلم منى. خلاص خلصت القول، كل واحد يروح يسرق لي حاجه ب 5,000 جنيه ويجي. اتفقنا يا معلمه. هو ايه اللي اتفقنا ياض يا هاني؟ هو انت حرامي ياض واحنا ما نعرفش؟ انا مش هسرق معاكم، انتوا شويه حراميه. مش ايه ده؟ تعرف قهوه الحراميه يا ابني؟ انا اسف انا اسف يا معلم منعم. معلم منعم ما بيردش، التعويذه باظت. خلاص خلاص يا سيف، خليك انت هنا وانا هروح معاهم. لا انتوا هتسيبوني لوحدي، انا هاجي معاكم. نقول تاني،
اخر كلام، كل واحد هيروح يسرق لي حاجه ب 5000 جنيه وانا قاعده هنا مستنياكم. نقول معاكم ساعه؟ انا معايا ساعه غاليه قوي والله. طب يا حبيبتي سيبها لي هنا، واي حد معاه بقى موبايل، محفظه، عربيه يسيبها لي عشان اقدر اتاكد ان ما حدش فيكم هيخون. طيب انا ينفع اديها الموبايل جايز ثانيه واحده، ايه اللي يضمن لي ان انت مش هتاخدي الحاجات وتهربي؟ والله حبيبتي انا ما عنديش ضمانات، انتوا اللي جايين من حد عندي. والله عاجبكم الكلام عاجبكم، مش عاجبكم تاخدوا بعضكم وتتكلوا بالسلامه، ويبقى متشكرين قوي على شويه الوقت اللي هدرتوه وصدعتونا على الفاضي. اقنعتيني. طيب ينفع اديها الموبايل ومفتاح العربيه والمحفظه؟ انت عرفتها ان معاك موبايل وعربيه ومحفظه، سيبهم يا غبي. ما انا معايا 200 جنيه اهو يا ابني، شفتني اتكلمت؟ طب بص بقى يا كباتن، انت سيب الموبايل والعربيه والمفتاح والمحفظه وفوقهم بقى ال 200 جنيه. بتوعي. بتوعك يا نور. محفظه ايه؟ لو لقيت فيهم 2 جنيه تقفل على وشي. يلا. ادوها كل حاجه يا جماعه، دي امينه جدا. انت تعرفين منين؟ انا بفهم في الناس يا ابني، انا بقرا الناس. ما تبصليش، مش هديك البونيه بتاعي ده مطرز، خلاص اهو من الحاجه اهي. انا معايا حلق دايموند. والله يا حبيبتي يا ريت تسيبيه. اه يلا طير. طب احنا هنروح نسرق حاجات ب 5000 جنيه منين دلوقتي؟ هتروحي، كل واحد مسؤول عن نفسه، انا مش هشيل مسؤوليه حد. بالظبط كده، يلا بقى كل واحد يشوف سكته ونرجع نتقابل هنا لما نخلص. انا مش بعرف اسرق، انا مش هسرق. نيلي ممكن تاخديني اسرق معاكي؟ خلاص انا وسيف هنسرق مع بعض. ماشي، وانا وهاني هنسرق مع بعض. لا يا ماما، انت كده هتقليني، انا لازم ابقى خفيف خفيف. لا ياض، رجلي على رجلك. هتنفذي اللي اقول لك عليه؟ ماشي اوكي. هاتي بوسه. يلا يا تافه يلا. طب يلا اجري ورايا. شكلهم مجرم جدا وهيكسبونا. انا كوين ان، محدش يكسبني. هي دي. هي دي ايه؟ هي دي اللي هنسرقها. تجننتي هاني؟ عايزنا نسرق بنزينه؟ دي كلها كاميرات واكيد هنتقفش في 3 ثواني. نتقفش ايه يا بنتي؟ انا عامل حسابي كويس. امسكي شيلي ده معاكي. يا لهوي يا لهوي، مسدس، شايل مسدس ليه يا هاني؟ انت هتفضحينا ولا ايه؟ انت شايل سلاح ليه يا هاني؟ هاني انت حرامي يا هاني؟ صارحني يا هاني، صارحني، انا زي امك. يا امي انا لو حرامي انت هتعرفي على طول. امال ايه ده؟ ده لزوم الامان، مش احنا كنا في منطقه عوا؟ وبعدين ما تخافيش، ده مسدس صوت، احنا هنخش هنهوشهم بيه، ندخل عليهم دخل امريكاني ورز فوكن ماني، ونجيبهم كلهم على اي جنب، ندخل على الكاشير نقلبه في كل اللي معاه ونهبق على طول. لا الفكره دي وحشه. اقول لك على حاجه، تعالى نطلع على اول الشارع نثبت لنا عيلين، ناخد منهم موبايلاتهم تجيب لنا فلوس. موبايلات ايه يا بنتي؟ الحرامي اول حاجه بيكشف منها الموبايلات اللي معاه، اجهزه امن الدوله بتفضل تتتبع هذا الموبايل الى ان ترصد مكان الحرامي ويهبقوا عليه على طول. انت عرفت الحاجات دي ازاي؟ انت حرامي يا هاني؟ هاني انت حرامي؟ قولي مش هزعل، قولي. يا بنتي انا مش حرامي بس ناوي. يلا بقى جمدي قلبك كده ومسكي. لا لا لا، طب والكاميرات؟ اكيد هتصورنا وهيعرفوا وشنا عادي. يعني انا عامل خطه ما تخرش الميه وهتقف قدامي حكايه الكاميرات دي؟ اقلعي الشراب. لا ليه؟ هو اللي لا، انت لابسه الشراب في كتافك ولا ايه؟ اقلعي يا بنتي الشراب. اقلع الشراب ليه انا؟ انت مجنون؟ عشان نلبسه في وشنا فملامحنا تتكرمش فمحدش يقدر يتعرف على جثتنا. حرام؟ ده حرام بتاع الكرمش الوش ده، ده حرام، ده حرامي باين. انا حرامي يا شوشو، يلا بقى اقلعي والا فرتك دماغك. طيب بس انا مكسوفه اقلعه هنا، عيب يعني اقلع شراب في الشارع؟ يا بنتي انت داخله تسرقي بنزينه ومكسوفه تقلعي الشراب؟ يلا يا بنتي. طيب معقوله يا نيل اللي جايباني هنا نعمل شوبينج؟ شوبينج ايه يا عبيد؟ انا جيت هنا عشان نسرق هدوم، اي حاجه هنا مش اقل من 1000 جنيه. يعني البتاعه دي ب 1000 جنيه؟ دي ب 2000 ونص. دي ب 2000 ونص؟ انت كفره. ركز بقى عشان عندنا ميشن عايزين نخلصها. ايوه هنعمل ايه؟ بص انا هاخد شويه هدوم وادخل بيهم الفيتنج روم كاني هقيسهم، وبعدين احط كام بيس في شنطتي ونخرج عادي. واو يا ذكيه يا خارقه الذكاء. ما هو انت خارجه الحاجات دي هتزمر. ايوه صح، بيكون فيها البزابيز البيضه الصغيره دي وما بتطلعش غير بالماشين اللي عندهم. طب وبعدين هنعمل ايه؟ انا عندي حل.
نقي كل حاجة أنت عايزاها وأنا هبطل مفعولها. مفعول إيه؟ البزابيز البيضة الصغيرة. متأفورش، هتبطل مفعولها إزاي من غير ما حد يشوفك؟ في البروفة. والله أنت هتدخل بروفة محل حريمي تعمل إيه؟ يا خارق الذكاء. تعالي ورايا وما تقلقيش. سيف أنت بتكلم مين هناك؟ مش بقول حاجات مهمة. طب يلا بقى ما تضيعش وقت. يلا تعالى. كله يثبت مكانه. اي حركه كده ولا كده هنفجر دماغكو. كله يرفع ايده فوق، ارجع على ظهرك، ارجع، كله ينزل على ركبه، اخشع منك. لا انزل، انزل يد على ركبه، يلا انبطحوا. كله تمام يا سوسو؟ ايوه كله تمام. بقول لكم ايه، ما تقلقوش، هتطلعوا مؤدبين وتسمعوا الكلام هتخرجوا من هنا سلام. لكن اي واحد فيكم هي الشيطان هيفكر له إنه كله يثبت مكانه. ملك يا هاني ولا ملك؟ يلا ريحة الشراب هتموتني. انت هتستعبط؟ ما انا غسلها الاسبوع اللي فات. غسلها ايه؟ ده ريحته قبر. انت ما بتحطيش داوني على الغسيل ليه؟ بس يلا لم نفسك، عيب. كله يثبت. شو النبي، ها ناوليني فواحة من اللي هناك. هتحطلني؟ خد اهي دي. لا بالفانيليا. ماشي استنى. كله يثبت، تتحركيش مكانك. يلا خد خد. تصدق يلا انك اوفر. ده شرابك اللي اوفر. ايه ده؟ تصدق ياض عندك حق. ايه ده؟ ده انا اتخنقت وانا عمال اقول ايه اللي مضايقني. دي ريحته صعبه قوي. بقول لك ايه يا ابله، ناوليني الفواحه اللي جنبك دي بسرعه بسرعه. هيا هيا هنعمل ايه دلوقتي؟ ما تقلقيش انا هتصرف، امني بس على اللي عندك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا حبيبنا؟ الحمد لله. بقول لك ايه يا بركه، امرني. هتيجي معايا سكه ودغري يبقى امنت نفسك وهتعيش. هتعمل فيها دكر بقى وعنطره، هفرج عليك الناس دي وخليك منظره. لا لا، ولا انطره ولا هرتله ولا اي حاجه، انا اصلا معجب بيك والله. حلو الجو بتاع بوب بويز دوت الام بي سي اكشن ده. كان معاك؟ لا عجبني، هايل هايل هايل. بس كان في الماسك بتاع الجوكر، باتمان، فانديتا، بدل الاليانت اللي انت عامله في نفسك ده. ايوه الحاجات دي غاليه يا معلم، وبعدين الموضوع جه خاطف ما كنتش عامل حسابي. ما تخلص يا هاني، انت هتصاحبه. حاضر. بقول لك ايه يالا، ايه؟ طلع كل الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. لا هم مش مستاهلين كيس اصلا. بص يعني هم اصلا اهم، خد اهم. بص كان لسه استفتاح، امسك كده كده 35 جنيه معاك على القفل. لا لا لا، خلي فلوسك في جيبك. انا بقول لك طلع لي الفلوس اللي في الخزنه وحطها لي في كيس. انا جاي لك سكه ودغري والله. هم دول انا لسه مستلم اصلا، والمدير جه وخد الفلوس كلها. اه والله. انت هتستعبط يلا ولا ايه؟ ايه هتستعبط دي يا استاذه شوشو؟ مش اخلاق منحرفين؟ ايه هاني في ايه؟ ما تقول لها على حاجه. ياض ما تكدبش ياض، ده اللي قدامك ده قتال قتله، ده مغتصب اطفال، ده لسه سرق يجي 25 محطه بنزين وفجر 12. اوه بقول لك ايه يا هاني، واحده سيلفي بقى انا وانت والنبي عشان خاطري. معلش مش هينفع بلبس الشغل. واحده سيلفي بعد ما اخلص. بعد طب هي كده مش مصدقاني. وانا طلع الفلوس اللي معاك. انت برضو مش مصدقني؟ طب لف بقى اتفرج. بص لف شوف المكنه بقى، لف. خلاص خلاص. ايه يا عم؟ انا هتصرف. كله يثبت، كله يرفع ايده فوق. بتتفتح ازاي الصرافه دي؟ من الجنب، من الجنب كده في مشبك صغير. ايه ده؟ انتوا حاطين ازاز حاجه ساقعه؟ اصلها عطلانه بقالها يومين وانا مبلغ عشان يجوا يصلحوها، فقلت اعملها تلاجه يعني كده، يعني اشغل نفسي. ايه يا هاني؟ خلاص تعبنا طلع على فشوش ولا ايه؟ مفيش حاجه هتروح على فشوش، انا مش هخرج من هنا الا معايا 5000 جنيه. عاجبني اصرارك قوي. حضرتك رايح فين؟ داخل جوه. داخل جوه تعمل ايه؟ اصل دي مراتي. ما حضرتك اسيمة. هو انا داخل فندق؟ هناخد بروفتين كونكتد. معلش اصل انا بحب اخد رايه قوي. طب ممكن حضرتك تقيسي وهو يشوف. طب هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيبي؟ يا خارق الذكاء انت. هاتي، انا اللي هقيس. حضرتك اللي هتقيس؟ ايوه انا اللي هقيس. احنا من مصر الجديده، ما عندناش ستات تقلع بره. وارجع في الجنة، وقفي عدل. حاضر. معلش اصل حمش قوي. انتي عارفه بيضربني. مسكتله؟ اصل انا ساعات بحب كده. هاي
حبيبي، ايه الاخبار؟ خلصت؟ اه يا حبيبتي كله تمام. ايه رايك كده؟ تحفه. اصل انا بنحس ببعض قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ايه يا روح؟ اقلع ده وقيس لي التاني بقى. طيب يا حبيبتي. ايه رايك؟ حلو قوي. ممكن اطلب منك طلب؟ ايه؟ ممكن تلف لفه كده بس اتاكد شفاف من ورا ولا لا؟ ثواني كده. اه يا حبيبتي مبين. طب خلاص بقى، مش لازم ابقى البسه هنا، ممكن اخليه للساحل. ساحل مين يا قلة الادب؟ اي بنحس ببعض قوي. خلصت يا حبيبي؟ اه المقاسات كلها مظبوطه، كله تمام. خش يلا نقي، شوفي هتاخدي ايه. اوكي. سوري يا حبيبي، الشماعه جت في عينك؟ ولا يهمك. انت مستغربه كده ليه؟ انت جوزك ما بيقسلكيش ولا بيضربك؟ لا. انت اكيد مش من مصر الجديده. ايه في الحاجه؟ ما انا ما عجبتنيش حاجه بقى فسبتهم كلهم جوه. طب يلا امشي قدامي. يعني يا هانم بتلففيني وراكي ساعتين وما اشتريتيش حاجه؟ اعمل ايه؟ ما هو ما فيش حاجه عجبتني. ابو الجواز على اللي عايزين يتجوزوا. طب ايه رايك انا ما طبختلكش النهارده؟ ما ده استهتار. لو سمحت قول واحد يبص قدامه، واحد وبيقضي بمراته. استني يا وليه. اخرج عادي؟ عيب عليكي، ثقه في الله تعدي. يا نهار اسود. ثانيه واحده من فضلك، ارمي الحاجات بسرعه. اجري يا سيف. مفيش حاجه، ادي بزباس وميات. 1340 1347 1350 1356. يوه انا زهقت بقى يا هاني. بقول لك ايه، لمي لي كل الحاجه الساعه بس تكون دايت عشان بخسس. شوشو احنا اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لك مش عايزك تخسي. يوه يا هاني بقى. خلاص هي كلمه. هيا يا عم الحاج، عملنا كام؟ لحظه واحده كده. 2405. ايه ده؟ انتوا رخاص ليه كده؟ بقول لك ايه؟ اكيد الاكسسوارات بتاعت العربيات دي والميه الغاليه اللي هي في ان دي. لا خالص، ده عليهم خصم ربع الثمن اليومين دول. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه؟ ايه؟ اغلى حاجه هنا ايه؟ بص، عشان انت حبيبي يعني وانا عجبت بيك، عامل معاك واجب. شايف الكاجو اللي هناك ده يا شوشو؟ ب 63 جنيه الكيس. شوشو هاتي كل كيس الكاجو. ماشي. يلا. حكومه يا شوشو حكومه. ممكن من فضلك اتنين لاتيه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا يا باشا مفيش حاجة. حسبتي يا بابي؟ اه يا حياتي. يلا بينا حبيبي. شكرا، سلام عليكم. باي. بس حلو حبيبي مقاس الشراب ده اللي بيكون لارج، نفسي مقاس السمانة بالظبط. بس انا هجيب الاسود ده عشان يبقى لايق على دقني. صح، يبقى احلى. طبعا. أوكي. البسي الجزمة يروح عشان ما ناخدش برد. يلا حبيبي. يلا باشا، دول كانوا حرامية عايزين يسرقوا لها باشا. وسع! تعالوا يا اسطى، تعالي تعالي شوشن. انا مش مصدقه الفشل بتاعك بجد. هنقول ايه للبنت دلوقتي؟ ما عرفناش نسرق حاجه. هو انا عشان ما سرقتش ابقى فاشل؟ انا مش حرامي يعني. انا اللي حراميه؟ بس انا على الاقل لما بيطلب مني حاجه بعملها. يعني ايه لازم ابقى حرامي يعني عشان تعجبي بيا؟ انا هعجب بيك ليه اصلا دلوقتي؟ انت بتقولي كلام يقفل القرد. ايه ده؟ العربيه بتاعتي كانت هنا. لو سمحت انا كنت سايب العربيه بتاعتي هنا. حضرتك بتضحك عليا، انا مش نجاح الموجي. وسع يا سيف. يا لو سمحت، كان في واحده قاعده جوه معاها موبايلي، محفظتي، اللوت اوف ستاف بتاعنا يعني. كانت مليانه كده ولابسه ايس كاب. بالظبط. ما خدت العربيه ومشيت. طب ما تقول من الاول يعني بتضحك على ايه؟
خلاص يا سيف، شوف لنا كافيه بقى نقعد نستناها فيه. شوف لنا قهوة يا سيف. هو بيضحك على ايه ده؟ بيضحك عشان الست نصبت علينا، الست البومبي سرقتنا. قعدت تقولي لي اصل انا ابص في عين الناس بفهم بيقولوا ايه. ملك لله، كل ما امشي وراكي بستاهل ضربي الجزمة اني مشيت وراكي. سيف بتبقى معصب قوي لما بتأفور كده. خلاص انا هتصرف. يلا لو سمحت فين المعلم منعم؟ عشان محتاجة اعمل كومبلين على اللي حصل. المعلم منعم راح مشوار وجاي، لو عايزة تعملي كومبلين في اي ركن مش هنا. كومبلين؟ ليه؟ طلبتي اوردر ديليفري وتأخر عليكي ولا البطاطس الكريسبي اللي بتحبيها ما جاتش؟ افهمي، احنا اتسرقنا. اتسرقنا، هتشتكي لمين هنا؟ عايز تشتكي لمين؟ احنا في وسط عالم نور وحرامية. ولا حسبي كده مزمزل؟ انت بتتكلم على مين يا؟ مش انت طبعا خالص. بقول لك انا مش مستريح لك وشكلي كده عاملها معاك وعهد الله. لا 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 لا، سيف يلا بسرعه. حاضر جاي لك اهو، معلش بس مع الجماعه جم، ان شاء الله تتعور المره الجايه باذن الله. لا لا لا، انا مش همشي من هنا. ندي لي المعلم منعم لو سمحت، في خلل عندكم في السيستم بتاعك. انت وششتم وتقول سيستم اهي. لا يعني انت سكت في سيستم وسبت انا بتكلم بجد. لو فضلنا ساكتين على البلد مش هتتصلح يا سيف. اجري بقول لك. اقف هنا. في ايه يا ابني؟ اقف بقول لك هنا. نزلني هنا، نزلني هنا. في ايه يا عم سيف بتتعصب كده ليه؟ ايه اللي فيه ايه؟ مركبنا عربيه مسروقه عشان تقول لي فيه ايه؟ بسم الله عليك، وانت يالا اللي جاي من معرض الكتاب؟ ما انت كنت بتسرق. ايوه الست قالت لي اسرق جاب ب 5000 جنيه مش عربيه تمنها 100000 جنيه. يعني ربنا كرمني اقول له لا؟ ربنا كرمك انت حرامي يا ولا ما خلاص بقى. خلاص بقى يا جماعه، دي مش مشكلتنا اصلا. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ انا عندي فكره ممكن تنفع. قولي. اللي حدق العفريت يصرفه. بطلوا بقى شغل الدجل والشعوطه بتاعكوا ده. عفريت ايه يا حبيبتي اللي هنجيبه يسرق لنا؟ انت عبيطه، انت هبله يا بنت. انت فهمتي ايه؟ انا اقصد ان احنا نكلم خالتي هي اللي تحل لنا المشكله دي، لان هي السبب وعكتنا العكه دي. طب ما نجيب حرامي تاني اسهل يسرق لنا المتحف وخلاص. تصدقي فكره والله. انت بتقولي ايه انت وهي؟ ما انتوا مش مضرين في حاجه. انا اللي عربيتي اتسرقت وكل حاجتي اتسرقت. سيف انا ساعتي اتسرقت، الحلقه الدايموند بتاعي اتسرق، محفظتي اتسرقت، حتى نضارتي اللي كانت في عربيتك اتسرقت. انت بس عربيتك هي اللي راحت. انت عايزه تفرسيني؟ انا ما شفتش في برودك، انت بارده برود انا ما شفتهاش. اسود ايه ده؟ بوليس ده يلا نهكوا. اهرب منين؟ اقف يا متخلف، ما تهربش كده، موقفنا في القضيه هيبقى زفت. اقف، هيعتبروك شاهد مالك. مالك مين يا ابني انت؟ لو مسكوني هيعدموني. لو يعدموك ليه وانت كنت بتختصم التاكسي؟ صدقني انا على اي قواضي تانيه. انا مش عايزه تسجل. لازم نسلم نفسنا، لازم نسلم نفسنا. انزل على ركبكم. طب يعني لو عملت كده مش هياخدوني؟ لا هياخدونا، بس موقفنا يبقى احسن. لا مش عايزه، مش عايزه اروح السجن والله بجد، مش عايزه اروح السجن. ده كان اسعاف؟ اه. انت متخلف وحيوان. انا ما استفدتش منك اي حاجه غير ان بنطلوني اتوسخ. ما هو سرنت الاسعاف زي سرنت البوليس، المفروض يميزوهم. الاثنين بيعمل... انت تافه يلا. الاثنين بيعملوا ويوا ويوا. خلف. ما هي هي. يلا يا جماعه اعزمكم على عصير بمناسبه التاكسي الجديد. لا لا، راح فين؟ راح فين اللي راح فين؟ لا اركب بقى دوبر او كريم دوت، هيجولك هيجولك. مش هينفع تسيبوني. لا هيجولك، العربيه مسروقه والله. معلش هاني بخاف جدا، خدني معاك يا هاني. انا هركب. مسروقه مسروقه. اه يا شويه هفيات، ما عرفتش اربي بقى حته بنت زيجي تقلبكم وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحراميه؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجه ولا هم رجاله بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس. والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينه كده. تخينه كده؟ لا هي مش تخينه، هي مكوره. طويله ولا قصيره؟ قصيره. مدوره ومكعوره وقصيره. اه وبتتكلم زي البت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح. ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. ها نجيب، وصلت للعيال اللي عملوا كده في هند صبري؟
الموضوع بقى قضية رأي عام، واحنا خايفين ليكون الموضوع ده عمل إرهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، أنا ملف القضية قدامي ودرسته دراسة وافية وتم. طيب قول لي بقى وصلت لإيه؟ أنا سعادتك يا فندم مش عايز أزعج سيادتك، بعدين أنت عارف إن أنا مش بتاع كلام، أنا بنفذ على طول. في أسرع وقت هنجيب الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبة والإعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعة العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام. تمام يا فندم، مع السلامة. أحمد الحقني، العيال دي عملت إيه؟ إيه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبة ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانة هند صبري بنتين ولاد عم. اسمهم نيلي وشريهان مكاوي. قبضت عليهم؟ هم مختفيين بس جرى البحث عنهم. طب وبعدين؟ هتعملوا إيه؟ توصلنا لخالة واحدة منهم، كانوا عايشين عندها هما الاتنين في الفترة الأخيرة. حلو جدا. أنا عايز خالتهم دي في أسرع وقت يا أحمد. تمام سعادتك. أبو حميد. أوامر يا فندم. لو محدش خد أقوال الفنانة هند صبري، أنا ممكن أروح أخد أقوالها بنفسي. أصل المدام والولاد بيموتوا فيها، وإحنا يعني بنحبها. أنت ما شفتش أنا عايز أتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصلة متصلة كوميدية جميلة هايلة. حلوة جدا. طب يا أحمد، اتفضل. خالتهم يا أحمد بسرعة. تمام سعادتك. انا متضايق منك جدا على فكره. ليه؟ انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه، في ايه المشكله؟ ما انت طلبت تسعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا. لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك انت، قلت له عندك ايه؟ وبعد كده رحت طالب سحر الفواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يالا؟ متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. السوق. سو ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعمه. تعالى يا راجل، تعالى تعالى. يا عم ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. هاني وسيف؟ لا، كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش. ساعاتك يعني لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه اعلى يا عم بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل مواصلات عليك. الله، في الطبيعي يا باشا ما عليا المواصلات كده، مش طبيعي. يلا ضحي بقى، انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مؤاخذة، حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مروراً بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مؤاخذة مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد يا باظه. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه. وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملي الريق كده. شاطر، هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كان ماشي بالطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. ده يا فندم ازاي ما تقولش كده؟ اتفضل.
كمان وفرت. كانوا بيسألوا على إيه بقى المؤاخذة؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الأعداد اللي كتبهم متكوي بيه الله يرحمه. لا عدد إيه بقى؟ ها؟ عدد إيه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش إيه الأعداد وإيه البتاع. والله استنى بس هجيب لك. أصل أنا خرجت من غير أكل الصبح وبعدين البتاعة دي مريت لي بطني هقول لك إيه، ما أنت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسأل على عدد من الأعداد اللي كتبهم الله يرحمه متكوي بيه. العدد 1000. بس أصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخة كانت مع متكوي بيه الله يرحمه والنسخة التانية كانت عندنا هنا. وديت لهم العدد ده؟ لا ما هو مبقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه حميت، واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي منين؟ حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده والله، الواحد الذاكرة عنده بقت تتوه وبقيت باخد أدوية علشان ترجع لي الذاكرة ومفيش فايدة. ناقص في السوق. إيه ناقص في السوق. طب نوفرهولك. حاضر أخي. انسى. أيوة بس تجيب الدواء المصري، أنا عايز أجيب المستورد الحقيقة علشان تأثيره بسرعة. المفعول. يا سلام. أقرع ونوزي. اتفضل يا أخويا. تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه، هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شوية بابريكان من بتوع زمان بعلمه في الدماغ. ولا يا عسلية انت حلو. قسما بالله يا قاضي انت، اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي السوسار الميت كده. كده؟ سيف انا اتغيرت وعارفة ان ده البست ترند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده، هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام. في ايه يا شريف؟ تعالى شوف المصيبة اللي احنا فيها يا اخي. مصيبة ايه؟ فيها سكرية انت يا حلو. على فكرة بيعاكس خطيبتك. يا سيف ده مفيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيديو يا جماعة هتشتروني في فيديو؟ ده أول حاجة. ماشي. تاني حاجة احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجلة ميكي دي لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه. هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى خمسينية. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم انا ماليش دعوه. وانا خايف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى، نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي معناش فلوس يا بنتي؟ بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريده يا نانا. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟
20,000 جنيه هتجيبهم منين؟ مش مشكلة، هبيع البوتاجاز والغسالة والتلفزيون. أيوة بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني؟ لا بص، ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت يا هادي؟ يعني هو انت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه الهونا الادوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده وأقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش و80 قرش. لا ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني، هبقى بيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500؟ 75,500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن انا مالي اصلا، هو جد انا ولا جدك انت؟ الاونا الادوي 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان احمد فهمي. 150,000 جنيه الاونا الادوي على تري. مبروك يا فنان. انا دايما بقول ان اهم حاجه في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايما في افلامي بهتم بتتر البدايه وتتر النهايه. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال اي حاجه، بنحشي لحد ما نوصل لنهايه الفيلم. نفسي افهم ليه يشتري مجله بكميه الفلوس دي. يكونش يا جماعه احمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، انت قريبنا ايه؟ طبعا مش قريبنا. ايه الثقه دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفه من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه، وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد معلش معلش، ثانيه واحده بس من وقتك، ثانيه واحده. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي شحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي، اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه التاسعه الصعيديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله ميكي؟ لا هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا، اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تدي له ال 150,000 جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا لا لا، هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. فدي دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مال الشغل. اتفضل يا بيه اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد،
وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصر. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. قول لا ما اسمحلكش ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ. اول ما نرجع هنخش فيلم محمد امام، يا في سيتي ستارز يا في جالكسي، حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما تكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي؟ ما بتتكلمش يا باشا، من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص. هتتكلم امتى؟ اكون انا موت. طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة. انا معرفش هما فين، ما انا لو هعرف هقول. هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكة في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو هيموتوني. الحقيقة يا شريان خبية. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعك، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايدة، وانا كده كده هقبض عليك. روقوها. طب يا سعادة الباشا هو كله ضرب ضرب، امال فرج فيه؟ انت عايزه فرج؟ اه. طب مفيش فرج. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شريهان ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها، بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكر مش عايز يفتح، ما اعرفش ما بقوش يجيبوا لي ايه. سيف ايه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وبابا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله ما عملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. اتنين بجد المصحف. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس، على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزني بركات. صعب على سنك. قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثه. انت طماع. كذاب وصريح وطماع. خليهم ثلاثه. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكره انت مش هتستحمل ثلاثه. مش مهم اولع. مش مهم ليه هموت انا المشكله؟ بس عملت كده ده ما حصلش اي حاجه. وانت بص ايوه فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص هكلمهم لك. ماشي طب اسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا اصلا. خرجوا من ايه؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف بالظبط كده. بس يلا كلمه.
بكام بقى دول؟ دول ثلاثة يبقى $3,000. هم أجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هديلك بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجة في أمريكا ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله ايه؟ واحنا هنبقى تمام واحنا في التمام ماشي تمام تمام اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما تخضوش بس اسمع صوته ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه ماشي خيالي هيساعدنا ماشي لقيتها الحفله في الكونراد طب كويس ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى هنتصرف يا سيف طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس هنجيب هدوم منين نيلي انا مبقاش معايا فلوس بس ممكن نستلف من شريف بس نرجعهم لأول ما نلاقي الكنز إن شاء الله شيكو شيكس ألو يا مستورة لا مستورة شيكو. لا أنا عايزها مفضوحة مش أنت تفضحها بقى لما ثانية واحدة ثانية واحدة بقولك إيه أنت نسيت الولاعة بتاعتك معايا آه بس إحنا يعني تمام لا مليناها إيه؟ شيكو عايز إيه بيجيب ما تتأخريش بقى ماشي يلا سلام شيكسو ايه يا حبيبي عايز ايه عايز فلوس انت عايز تجيب انت كمان اجيب ايه ماشي هات له زود له خليهم خمسة يلا تبقى بنجيبه ايه مليطه بقى بنجيب ايه بنجيب فراخ فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي فراخ شمرت فراخ شمرت دي ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي ايوه دي جامده جدا قوي ايوه انا بقى عايز فلوس ايوه طب انا اعمل ايه انا مالي ما احضرش انا معايا 2 شامورت قاعدين هنا نحلين وقبري طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد اعمل ايه الحاج سعيد مين الحاج سعيد بتاع الفراخ بقول لك ايه الفراخ بتلبس ها لا لا خليهم يلبسوا خليهم يجوا ينزلوا ايوه يا عم يجوا فين هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق لا 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 انا عارف طريق الفلوس لا لا خلاص عارف امك بتشيل فلوس خلاص هطلع خلاص بقول لك ايه يا كابتن احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه انت راكب شرق الدلتا مش انت بقول لك ايه يا كابتن مش انت الطيار ايوه انا الطيار طب قدامنا ايه رايك حلو جدا مرسوم والله العظيم مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه فيلم نشغل لك حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم انت تتفرج على ايه ايه انت تتفرج على ايه اي حاجه اي حاجه لو انا بسالك بحيه حاجه بحيه هات حاجه بحيه انت مالك النهارده في ايه مش هموت مالك في انت بتلبس الاخضر ومش عارف ده حصل لك ايه بتجنن اطلع يلا هات لي الفلوس ماشي انا عايزك حاجه ايش نزود سلطات زود يا حاج ولا هاني بقول لك ايه صاحبك ده عبيط قوي ده فل ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه طب اقول لك على حاجه مش هتصدق تعرف انا كنت اعبط منه والله ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه وبصراحه من ساعه معرفتك يا هاني وانا ساعت الصياعه طب اقول لك ايه ايه انت ما عملتش كده قبل كده كده ايه ما عملتش كده لا عملت انت كذاب ايوه انا كده انتوا كلكم كدابين كده وصرحه في نفس الوقت ما احنا اصل احنا اصحاب بنمشي مع بعض على